في هذا الإطار نفسه، كما أكد لنا نيت محسن متولي في حوار أجراه مع موقع ديما ديماراجا بوان كوم على أنه القصف في المردود ديالو، على أنه أكد لنا بأن في الفترة السابقة مع السي كارلوس موزير أنه ما كانش واحد الإعداد، وتيشوف أنه مي فورم كان أمي فورم، أنه تأكد بصالح العبارة أنه هكا رجليه خاوين. وارتباط نيت مع الحالة ديال محسن متولي ومع بعض اللاعبين اللي كما تنشاهدوا هناك زيادة في الأوزان ديالهم. هل واش تفكر الإدارة التقنية يعني لو ستاف تكنيك بإشراف المعد البدني في شي حل ولا في شي انا اون تريتمون سبيسيال في الزيادة يعني الاسترجاع يعني باش ينقصوا في الأوزان ديالهم؟ بالنسبة للملاحظة ديالكم، ملاحظة في محلها، لكن ماشي الحالة غير كارثية، يعني ماشي المشكل ماشي كبير. غير بالنسبة لحالة محسن متولي، بالنسبة غير باش يكون في علم الجمهور الكريم، يمكن لكم تحسبوا انتم في المنازل ديالكم كاين واحد لا فورمول تنحسبوا بها الوزن المثالي، وهي لا تاي ناقص 100 ناقص لا تاي ناقص 150 كل مقسوم على 4. وباش تكون في علمكم بان محسن متولي القامه ديالو 170 سنتيمتر، نقسم منها 170 ونقسم منها 100 ونقسمها على 4، تعطينا بان 67 كيلو الوزن، يعني تعطينا بانه عنده 3 كيلو وزن زائد. لهذا قررنا باش غادي ياخذ واحد التداريب خاصه لن تكون مكثفه، لان عندنا مقابلات بالموازات. اذا وبالنسبه الوزن ديال محسن متولي عنده لي الارداف لي ميسكول فيسي كبار لي فيسي الارداف كبار، لحقاش الا شفنا محسن متولي الا شفنا غير الجسم ديالو هو جسم نحيل وعادي ديال جميع الرياضيين، الارداف اللي كبار ولا لاحظتوا عند جميع العدائين ديال المسافات القصيره وديال القفز الطولي وديال اللي تيتطلب الانشطه الرياضيه اللي تتطلب واحد سرعه الانفجار والانطلاق والسرعه والقوه تكون عندهم الارداف كبار. اذا ما نشوفوش حنا بان لي مشكل في السيدي محسن متولي عائق، وانما بالعكس هو واحد النقطه ايجابيه غادي ان شاء الله غادي نطوروها وغادي نستعملوها لصالحنا ولصالح السرعه ديالو باش يكون في المستوى العالي ان شاء الله. حالات لاعبين اخرين سرديه كنموذج، ما نخفيش عليكم بان مازال ما درناش لي تيست، لحقاش كذلك تدخل في نفس السياق بان المدرب السابق لا يؤمن ما كانش تيامن بلي تيست ما تيامنش. المهم انا ما نفضلش نهضر على هذه الفتره السابقه لانها ماضي، ولانها كل واحد وافكار ديالو كل واحد يحترم. اذا باش من سي ان بوتو، يعني مازال الحال ان شاء الله غادي نوافيكم بالحاله البدنيه بالتدقيق والحسابيه لجميع اللاعبين. الا بغيتوا واحد الجواب يعني باختصار، غادي تكون الا بغينا نعتبروا واحد اللاعبين اللي نراهم بواحد 65% من القدور من الماكسيموم ديالهم، ان شاء الله غادي نوصلوا ل 100% في غضون شهر ونصف على اقصى تقدير ان شاء الله. كنقطة اللي هناك تساؤلات كبيرة، الحمد لله أن التقرير الطبي بخصوص سفيان العلودي عرفنا المجهود الجبار اللي قام به السي هلال الطائر في هذا الإطار هذا، حيت خص لي واحد الحيز زمني خاص في التدريب. طمأن التقرير الطبي ديال الطبيب الخاص ديال سفيان العلودي أن الحالة ديالو مزيانة، أنه قادر باش يرجع، والدليل على ذلك هو اقحام في المقابله ديال الصيف. غير بالسيلال ممكن يعطينا واحد الموجز خاص على 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 الحاله ديال سفيان. سمعنا انه ما يمكنش يلعب في سانتيتيك في هذه 4 مقابلات، يعطينا غير واحد توضيح على حساب. بالنسبه للحاله ديال سفيان العلودي، على حساب التقرير اللي توصلنا به مع عند البروفيسور اللي جراو العمليه في مدينه باريس الفرنسيه، بالنسبه للتيران سانتيتيك اول مقابله في العشب الاصطناعي اللي منعوا عليه، يعني غادي يكون غائب في مقابلات الكوكب المراكشي، في المقابلات الاخرى يمكن رجلها بدون ادنى مشكل. بالنسبه للحاله، هو الجميع قام بواحد العمل جبار، للبروفيسور العرسي، للمروض الطبيعي ميري جمال، لا عبد ربي، للاعب نفسه اللي كان يتفانى بجديه في العمل ديالو. انا اظن بان الحلقه
اخر حلقه يمكن الشكر ديالها واخر شخص يمكن الشكر ديالو هو المعد البدني، لان هذا الشيء اللي درت مع سفيان العلودي داخل في اطار العمل ديالي ودرناه بصدر رحب، وتنتمنوا له مسيره طيبه واسعاد الجماهير الرجويه والرجوع للمكان الاصلي ديالو اللي هو المنتخب الوطني. كان نقطه ما قبل الاخيره، هضرنا على الحاله البدنيه، بدنا يعطينا سيله لواحد اللمحه على واش كاين شي استراتيجيه في تاهيل اللاعبين بدنيا، يعني اش من المرتقب يقوم. سمعنا انه هناك امكانيه ديال واحد المعسكر مغلق في حاله توقف البطوله في المقابله ديال المغرب الكاميرون. بالفعل في بعد مقابله الدفاع الحسني الجديد ان شاء الله مركب محمد الخامس ندخل مباشره في معسكر مغلق في بوسكوره، في واحد المركز الرياضي مؤهل لهذا الغرض وفيه جميع الامكانيات، فيه قاعه ديال تقويه العضلات، فيه ملعب، فيه صونا، فيه حمام، فيه جاكوزي، يعني فيه جميع ظروف المعسكر. بالنسبه اللي اختارينا هذه الفتره باش الاسترجاع، الا بغيت نسميه استرجاع الوقت الضائع وتدارك الموقف، لان احنا باقيين في الدوره 6 باقي عندنا الوقت. بالنسبه يقدر يتسال البعض لماذا علاش ما رفعناش من الحده ومن العدد ديال التدريب في هذه الفتره هذه. الجواب سهل وبسيط، وانه هو كاين جوج ديال الحالات، سواء غادي نزيدوا الشده ونزيدوا عدد التدريب ونديروا يعني اوميلو تغبو كما يقال، وانما في هذه الحاله غادي نريسكيو المقابلات اللي عندنا وهي مقابلات مهمه. احنا تنعرفوا بان جمهور الرجاء البيضاوي جمهور عاشق للنادي وما يرضاش الا بالنتيجه الايجابيه. درنا مقابله قويه ضد المغرب التطواني ومقابله اخرى في مقابله كذلك قويه ضد بطل الجزائر ووفاق ستيف. اظن ان الجميع 85% الناس بانهم راضيين على المستوى العام اللي ظهرنا به. لهذا احنا تنديروا احنا بدينا الاعداد البدني مي بدون اهمال بان راه عندنا مقابلات في اخر الموسم في اخر الاسبوع اللي خصنا نلعبوها ونجيبوا فيها نتيجه طيبه اللي ترضي الجماهير الرجويه ان شاء الله. كلمة أخيرة، مساحة حرة ورسالة مفتوحة من سيلة للجمهور ديال الرجاء. تنطلب من الجماهير الرجوية باش المساندة أكثر، هو المساندة راه كاينة في السراء والضراء، غير احنا في واحد المرحلة دابا انتقالية يمكن اللي نسميها انتقالية. احنا اللاعبين ديالنا تتعرفوا بأن الإعداد البدني هو ثانوي، واحد الجزء صغير من اللعبة، لكنه على الأقل تعطي واحد الشحنة إضافية ومعنوية مرتفعة وتعطي ثقة في النفس زائدة. اللاعب من تكون واجد بدنيا تتكون عنده ثقة في النفس أكثر، من ما تكونش واجد بدنيا ثقة في نفسه تتقل وتكون سونسيبل، تكون حساس للملاحظات والانتقادات. إذا تنطلب من جمهور الرجاء البيضاوي باش يصبر على هاد اللاعبين ويصبر على الطاقم التقني والطبي وجميع مكونات إن شاء الله، وتنوعدهم واحد اللقب ولا جوج هاد السنة. وبالنسبة لا داعي للقلق ولا داعي للتخوف ولا داعي للتسرع، لأن السرعة تقتل. كنشكرو سي هلال وتحية مجددة وعالية لجمهور الرجاء وشعب الخضراء، وتحية.